الثالثة الوالد الله يرحمه لدوري رحال كرة القدم لفئة ديال اي 13 لأقل من 13 سنة. حاولنا باش كل سنة نوعو، فالفرق الحاضرة هاد السنة فرق عتيدة في كرة القدم في المغرب، الرجاء البيضاوي، الوداد البيضاوي، الجيش الملكي، أولمبيك خريبكا، و الدفاع الحسني الجديدي، بالإضافة إلى النادي ديالنا. فالحمد لله مشينا في دوري وطني، وكنتمناو السنة القادمة إن شاء الله ننتقلوا للدوري اللي يكون دوري دولي بمشاركة فرق دولية لأقل من 13 سنة، لأن الوالد الله يرحمه اسم رحالي يستاهل واحد إذن الدوريات لما قدمه لا المغرب ولا الدار البيضاء ولا المدينة الخليمة. بغينا نخليو الذكرى ديالو ديما مخلده في العقول ديال المغاربة ديال الناس ديال الدار البيضاء إن شاء الله. وهذه مناسبة اللي كيكتسب فيها الفريق ديالنا تجربة مع الفرق الكبيرة، وفي نفس الوقت كنهيئوا الدوريات اللي غادي نقوموا بها من خارج السنة، خاصة الدوري اللي غادي يكون في إسبانيا وبرشلونة، والدوري اللي غادي يكون في راه معروف كيفاش كان في المدينه القديمه وكيفاش كان في الدار البيضاء، والمعامله ديالو مع الطبقه الكادحه مع الطبقه العامله كان ديما كيعتبر راسو راه واحد منهم، انا كيجلس معاهم كيتقهوى معاهم كيتغدى معاهم. فالحمد لله هذاك الشيء اللي ربنا عليه راه حنا غاديين فيه، ونتمنى الله يتقبل، ونتمنى دائما نكونوا كما كنقولوا في خدمه البلاد والعباد، ونتمنى الخير لهذه البلاد ديالنا باش تزيد قدام ان شاء الله.